أنا العبد الذي كسب العقوبة ሙራከባን መረዳት አላህ ያየኛል ሚለው ስሜት ውስጥ ማሳደር والحمد لله رب العالمين اللهم إني أحمدك استزادة لفضلك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك وأحمدك حمد عبد مغمور بعطائك مشمول بحلمك يحيا برحمتك ويعيش في ذل عفوك فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته የዛሬ አስተምሮታችን የዱሩ ሐውለ ወሲየቲላሂ ወወሲየቲ ረሱሊል ከሪም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን ላይ በተደጋጋሚ አደራ ባለው ቃልና ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ উম্মታቸውን አደራ ባሉት ነጥብ ላይ ሆናል ምንሽከረከረው ሐውለ ቀዲየቲ ተቅዋ ስለ ተቅዋ ይሆናል አላህን ስለመጠንቀቅ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁን ሰሃባ ወሲያ ምን ሲሉ ሰጡት اتق الله حيث ما كنت يتم بوتا هنا الله انفرو يتم هنا سلا تقوى هنا لمن نغاغرو بثلاث نقطوش لي نشكركرالن اولا ما معنى التقوى تقوى ترجمه معنى ومندنو ثانيا وما ثمرات التقوى تقوان يهوت رمجاچو يادرغو سوت مياغنيو تروفات مندنو وما هي ثمرات التقوى يتقوى فريو مرتو مندنو ثالثا وما هي طريق التقوى يتقوى غوداناس ود التقوى من الدارسبت منجد يتونو تقوى ما نادرغالن اسال الله التوفيق والاخلاص والصواب الله يوفقن التقوى وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله سبحانه وتعالى لقدمت حزبوتشم يهن لنيا يسطنا وصيانو أدرانو ما ننم نبي الله سبحانه وتعالى أي لكم هزبوتشون بتقوان ديستنقق يززو بهن انجي الله قرآن لمن الال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كنا انتبه فيت يالفوتن يمسعف بالبيتوتشن أدراب لنا وإياكم أن انتنم أن اتقوا الله الله تتنقق تسنل الله فرو تسنل له اللوم نبياته تسد عدران والتقوى وصية الله للناس أجمعين كزيهم سفابلو الله سبحانه وتعالى تقوى لا يتنيوم يسولج زر لمسلمهم لكافرهم يتسد عدران يقول الله مولى عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن أنت سوجهي كيتاتشهن تتنككت واخشوا يوما ياتشنك أنفرات يتوقع أن تتشي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا أبات للج
منم مما يتكمبت لجل عباتو منم مما يتكمبت كان الله واخشو يوما ياتشن كان فروات لنا الله الدنيا لي لج بيتامم عبات انيك ادميه لموت الله نميلو بيتشجر اني للراب الله نميلو اخر علي اما في الاخرة نفسي نفسي كلهم نفسين نميلو راس لما دان نميترو يوم القيامة منو لي عندن بميابك اكو قدالو. وقد ورد في الحديث حديث ملي نبيه صلى الله عليه وسلم دا استلالفوت أن الوالد يأتي إلى ولده ويقول أن دابات يوم القيامة لي بزاس جناكي زمن ميقزو صيفا لقنا إيروت أودا لجو يمتالي لالو نبيه صلى الله عليه وسلم يا ولدي أنت لجي أسألك بحقي أبوة لك بأبات النت حقي مبتي تأيك أحلو حسنة ليلة لم يتأيك أن بيت حسنة أثقل بها ميزاني ميزاني ما دفعبت سراي مزنال وندع الموازن القسط ليوم القيامة فتاوي ميزان الله يسولج سراه من مزنبت كان الله أباك عندي حسنة ستين ميزاني لدفعبت سيلوال لجو دمو يعني أباتن ولا ترسى من الال فيقول نعم يا أبتي أو نباتي يعني تولتاني الرسال اندي لقد أحسنت تربيتي وكسوتني وأعطيتني وأطعمتني أو أبلتهن يال أتتتهن يال تنكباك باسعدكهن يال ولكن نقرقني لعل أسألك بحق بنوة لك بل جنة حق إيتيك أهل الدنيا اللي بزولة أولا لن يل زيتشن فاك أنو لتا أولا لن بل جنة مبتيت إيك أهل لو حسنة أثقل فيها ميزاني أثقل بها ميزاني ميزاني نم دفابت عندي تحسنة أباتي باك ستاك الدنيا اللي يقول لتا أولا لن يلوان فيتفرقان ولتم الله يل كباد كنو الله من الله واخشو يوما ياتشن كم فرات الله انت تنككو ياتشن كم فرات لنا يوم القيامة ايان داندون مياس جنك قد يالو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ايان داندو كبات كنات كالجو كمستو مششبت كنو لمن دن لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه يوم القيامة ليان داندو سو شأن يراسو يونو قد يالو يغنيه كليل أمي أبكاكا يحونا ما نم ما نم ما يردابت كنو الله من على وغشو يوما ياتشن كم فرات سيل الله أسكدمو بتقوى أدرالا كزيهم تأبب بادرقو كسو لجوج تأبب بادرقو لمؤمنو تشوسيا ستا وعوص الله المؤمنين بالتقوى مؤمنو تشنم بتقوى أدرالا تشو لمن مؤمنو تشن التروت الراتشو لأنهم صفوة خلق الله مرتع الله فطرو شمالة النسونا تشو لأنهم آمنوا بالله ورسوله فالله نبى ملك تنيا من سلخونه نسون أدرى لا تشو دقاقم بتقوى يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى من إلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن أنت يا مناتشه مؤمنان هوي الله تتنككت ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفس لنجي أسقدمتشون تملكت لنجي من أسقدمتشو على أنت مؤمنان من دلنا أسقدمنو صلاته هنديتنو عبادة هنديتنو لجوشن تربية يستهن هوي كحرام رك أهلوي لنجي أسقدمتشو تنفساتشو تملكت إلى نفساتشو محاسبة درقوت سيدنا عمر رضي الله عنه من لالو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نفسو تشاتشو مرمروات كالله في تكرباه كما مرمروها بفيت وزنوها مزنوات قبل أن توزنوا كما كالله في تكرباه كما مزنوها بفيت الله من قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد لنجي أسقدمت النفس تملكت كذا بتقوى جرس واتقوا الله الله أنت تنككت إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى بمتصرت نقر يوست أواكين خبير نو يوست أواكين بما تعملون بمتصرت نتبلي فرن أن أنت تنككن إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا الله لبتش على من نتلو تروا إلى الله علماء وشو إتشي اتقي الله عم تباله وقال إذا وجهت لأهل الإيمان تهز نياط القلوب إيمان لا لو سو اتقي الله ملكال كتلك كبت لبون يا ردوان اتقي الله كبار قال لي
مؤمن يفرال ينك سما بوحال الله ما مس ايچل اتق الله مالك احذر باس الله مالك يا الله انك تفرى احذر عظمه الله يا الله انت لكنت فرى عند مالك مؤمن ينسي سما يقومال ارى الله فرى كتبال مؤمن كزور يا مرامد ايساكلتم واما الكافر كافر ما واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم كافر اتق الله فرى تبال غزي بونجل ما مسون يقتل اخذته العزه بالاثم مالت من مالت له يعني يعتز بان يزني يعتز بان يمارس المعصيه وانجل بمسرات لينو جراش من نساسا الله انفرا تلو الله الله انا يفرا يه كافر بحرينو مؤمن وش كن الله اند هي غساس يسلم يتقماچو الله منال دغمو تقوا ناوردو كلا يتقوا الله كتاچ يتقوا الله كلا كتاچ اطرو سي يسطاچو الله سبحانه وتعالى ولهذا الله ان كافر اتقي الله سيبال يلتقبلو منال فحسبه جهنم لسو بقيو نو جهنم ولا بئس المهاد من طافا من يسكفا በጣም የሚገርመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ወሲያ ሰጠ ሙእሚኖችን ሰጠ ከዛም ጠበብ ያደረገ መጣና ወአውሰላሁ ረሱላሁ ልከሪም ቢተቅዋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala hatta ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢተቂላ አላህም ፍራሲል ወሲያ ይሰጣቸዋል ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱ ወለዲ አደም ከአደም ልጆች ውስጥ በላጭ ሆነ ፍጡር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الذي علم التقوى يسو لجوچን ተቋን ያስተማረን ታላቅ ነብይ الله اتق الله انت الله انفر ይላቸዋል علموች ምን ይላሉ ان الله خاطب جميع الانبياء باسماءهم الا الرسول الله سبحانه وتعالى ያንዳንዱ ነብይ በስሙ ነው ያናገረው በስማቸው ነብዩን ግን በስማቸው አላናገራቸው ቁርአን ላይ ምን አለ الله سبحانه وتعالى يا نوح انه ليس من اهلك انت نوح سكو بيت سب كفل አይደለም አላችሁ نوح ብሎ ጠራችሁ በስማቸው يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انت ابراهيم هلمهن اونت بلحال يا ابراهيم اعرض عن هذا በስማቸው انت ابراهيم ያለ ነው نبي الله موسى ان الله سبحانه وتعالى በስማቸው ነው ጠራችሁ يا موسى اقبل ولا تخف انت موسى تملس اتفرا موسى ብሎ ይጠራቸዋል يا يحيى خذ الكتاب بقوه انت يحيى لا تشكريان لج يا عيسى نبي الله عيسى من قالك انت عيسى انت قلت للناس لسوش بالاهل دي بسماتشون يطراتو يا نوح يا ابراهيم يا موسى يا عيسى كل النبي يشكر الله لله بسماتشون يطراتو وما في القران يا محمد قران لي محمد انت محمد الملك قال يلم الله بكبرنا ميطراتو يا ايها النبي انت يا نبي هوي اني نبي هوي يا ايها الرسول يا ايها المزمل اكبروا نبر ميطراتو الله يهن تعلق نبي عرش درسو يمطوتن تعلق نبي عرش سيوتو نبي صلى الله عليه وسلم سدره المنتهى لي سيدرسو جبريل من قال يا محمد تقدم انت اني كزي بلاي بنقساقس يا جيتاي نور يقاطلني على جبريل عليه السلام جبريل رغطو مدرك رغطو متو نبياچ صلى الله عليه وسلم يي تعلق نبي له يقول ابن تيميه له حوض مورود حوض يوم القيامه يسطعچوال وله لواء محقود ومقام محمود يوم القيامه نبيات لنفسه نفسه بميلبت وقت ساعات لي نبيو نو يكبر مدرك ميسطعچو مخلوق شفاعه ميسطعچو لذي تعلق نبي لذي تعلق ملكتنيا الله بتقوى يعزچوال سوره الاحزاب اللي من عليه يا ايها النبي اتق الله انت نبي هوي الله انفرا يلاچوال مفسروش من يلالو قال المفسرون ليس معنى هذا ان الرسول لا يتق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله انا يتنككم مالت ادلم ولكن قالوا علموش من قالوا لعظم منزله التقوى ولعظم منزله المتقي يتقوى درجه لما سايت يي يتكبروا تعلق نبيين الله انفرا كتبالو اننا انت ما اولى بذاك اننا انت ميغبالنا بتقوى مزتازز تلك درجه عندالو لياساين يتكبروا النبيون الله سبحانه وتعالى اتق الله سلاززاج متقوج يالاچون درجه لما سايت نو اذا الله سبحانه وتعالى كنبيو جمرو لهلم وصيا كست ما معنى التقوى تقوى معنى مندن نو اتق الله سبا من مالت نو ترجم التقوى مندن نو معناه ترجم ان تجعل وقايه بينك وبين عذاب الله بانتنا بالله قطعت ماكل قردوش لتارغ وقايه وقايه مكلاك يا لتادرغ نو
بأنتنا بالله قطعت معكل يعززن خير بمسرات كمطفو بمراق قردوش للتادرق نو بأنتنا بجهنم معكل بأنتنا بالله قطع معكل وقاية مكلاك يا للتادرق نو علموش كسلفوش جمرو يتلعي بتقوى لي ترقوم تنتاني ستوال كتلاك صحابيك أبو الدرداء جمرالا أبو الدرداء ولا شتاكو تلاكو أبو الدرداء من إلال ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس إلال أبو الدرداء سوست النقر أني ودات شوالو سيسو لجقني تألات شوال إلال وقالوا ما هي يرحمك الله إنما ناتشو سكين قرن ألوت قال الفقر والمرض والموت يا أبو الدرداء إيتا تملكتو دهنة بشيطاننا موتن اودات شوالوال قالوا كيف تحبهم والناس يكرهونهم يسو لجو لا يتألو انديت عند النزل سوستن نقر تود دالهالوت أبو الدرداء ملان قال الفقر أحبه تواضعا لربي دهنتنا ما مودو لقيتي لمتنا النسن تنش كيس سيمولا لا خود سيمولا كرا تلالة بسوم لي بقيت هم لي الرآه استغنى بكي اندونك سلم التاسب تبقى قال لك الله دهنتن مودو لقيتي لمتنا النسن وأما المرض بشيت عند مودو على تكثير لخطيئتي وانجلي انديات بلينو يسولج بشيتا ستامة من نبي عند تناقر صلى الله عليه وسلم ويمشوه بيوغو بزا بشيتا لك الله وانجلو يا تبلتان لزان ونيا يتامة مسوس انقبا طهور إن شاء الله من نولنتي كوسنات الله أبشر لها الطهران ونلالا بشيتا ما تبعنا أبو الدرداء من هذا سوست نقر ودال له عندنا دهنة لمن لم يتنانس ولتنيا بشتاء لمن ونجري اللي تاتب سوستنيا وأما الموت موتن مع مود وعلى للقاء ربي قيت هاي لما تقنعيت الله لما تقنعيت سل سوست نقر يسول جيت ألا تشوال أني بيت أمو الدات شوال له إلى أبو الدرداء يتالك صحبي تقوان سيابر الرامن إلى تمام التقوى كمال التقوى مولو تقوى مولو مالت أن يتقي الله حتى يتقيه من مثقال ذرة مولو تقوى مالت كذا ذرة كبنا أنها الجمر الله اللي تنككون يوانجل تنشت لك صحيح الله اللي فرون منه بثنش ومنجل يوم القيامة يتيقال ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة مثقال كبدتها ذرة بنان يمتها لمتون يوم القيامة مزقول مسطر تستيرا تصفوا ملكته عليه سولج سلزي الله كبنان يجمروا لتنك كونوا علو أبو الدرداء تقوان سيبرار كتنشو انجل جمر الله اللي تفرون يه تقوان ويلالو ليلو تلقوا صحابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من يلالو عبد الله بن مسعود لما استوق قصير القامة قومتاچو اجر نبرو يبالال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سوتش كوچ بلو ساتشو سيقومو قومتاچو كل نبر كتقمطوت غا دقيق الساقي اغروچاچو كتنتن يالو اطر يالو صحاباناچو رضي الله عنه نبياچن گن ايهن تعلق صحابا سياو سيامود گسوت من يلالو من اراد ان يقرا القران غطا طريا كما انزل فليقراه كعبد الله بن مسعود الى القران اندورد جبريل اندورد ارغو اسامرو مقرات يفلقه لك اند عبد الله بن مسعود ارغو يقرا الى لك اندورد نبر ميقرو تاسامرو تلك صحابي ناتشو نبي صلى الله عليه وسلم كرقت سيمط ايتوت منالو مولي ايمانا من مشاش راسه الى اخمس قدمي ايمان يلالو كراسو صغر جمرو سكغرو درس بايمان يتاچق نو يلالو بزاق قومتاچو لك ايمان يتمولو ناتشو يلاچو النبي صلى الله عليه وسلم تلاق صحابه ناتشو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم ارتقى الى النخل عندي صحابه اشتسبسبوا يالا يتمر زاف لي وطو عبد الله بن مسعود ليكورطو سيكو لايقومو يالا نفاس متانا جلبياچون گلطو سيگلطو نزاق قچاچن باتوچاچو تاي سيتايو فضحك بحد الصحابه يتوسن صحابوش فگگال نبي صلى الله عليه وسلم زر لنا وقال منالو اتضحكون من دقه ساقي ابن مسعود فعبد الله بن مسعود كجاج نغرو شنو اندي متسقوت والذي نفسي بيدي نفسي بجبونهو الله ملالو لهما عند الله اثقل من جبل احد يا عبد الله بن مسعود انذي كجاج نغرو تشكو كالله زند كاحود ترى يبلط كبدتي مزنال الله اكبر نزي كتاتشن اغروش تلكن سونو يتشكون ياندانوچاچن اغر يزون اغر يحالا كالله زندگين يتنيكم فحلا ايمزنم
እነዚህ ይሄን ትልቅ ሰሃባ የተሸከሙ እግሮች ናቸው። እነዚህ ለይልክ የቆሙ እግሮች ናቸው። ጂሃድ የወጡ እግሮች ናቸው። ከኡሁድ ተራራ ለሐጅ ሄዳችሁ ሰው ኡሁድን ታቁታላችሁ። ከዛ ትልቅ ተራራ የበለጠ የው መልክ ያም አላህ ዘንድ ይመዝናል። አላሁ አክበር። ይህ ታላቅ ሰሃቢ ተቅዋን ሲያብራሩት ምን ይላሉ? ተቅዋ አላህ ተቅዋ ማለት አን ዩጣ ወላ ዩዕሳ ወአን ዩሽከር ወላ ዩክፈር ወአን ዩዝከር ወላ ዩንሳ። አላሁ አክበር። ተቅዋ ማለት ይላሉ አን ዩጣ አላህ ሊታዘዙት ነው፣ ወላ ዩዕሳ ላያምጹት ነው። አላህ አዘዋል ልትሰራለህ ላታምፀው፣ ይህ ተቅዋ ነው አሉ። ወአን ዩዝከር አላህ ልታስታውሰው ነው፣ ወላ ዩንሳ ላይረሳ ነው። አላህ ከይፍ ተንሳ ረበክ አላህ እንዴት ትረሳዋል? ሁሌ ልታስታውሰው ነው። ወአን ዩሽከር ወላ ዩክፈር አላህን ልታመሰግነው ነው። ለዋለልህ ጸጋ የልጅ የስራ የቤት ወአን ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ትሕሱሃ አላህ የዋለልን ጸጋ ወላሂ አንቆጥረውም ከጤንነት ጀምሮ። ወላ ዩክፈር አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ላይክደው ለሰጠው ጸጋ ላያስተባብለው ነው። ይህ እንግዲህ የአብዱላህ ብን መስዑድ የተቅዋ ማብራሪያ ነው። ታላቁ ሰሓባ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ተቅዋ ላይ ተጠየቁ። ተቅዋ ምንድን ነው ተብለው ሲጠየቁ ምን አለ? ቃለ ፈሀል ሰለክተ ዋዲየን ከቲረ ሸውክ ሾህ የበዛበት ሸለቆ አቋርጠ ታቃለህ? እንዲ ያሉት ለጠየቀው ሰው ዑመር ብኑ ኸጣብ ነው ይባላል። ቃለ ነዓም አዎ አቋርጫ ቃለ ሾህ የበዛበት ሸለቆ አቋርጫ ካለው። ቃለ ከይፈ ሰናዕት እሺ እንግዳ ያን ካቋረጥክ እንዴት ሰራሃለው? አቡ ሁረይራ ቃለ ረአይቱ ሸውክ ሾሁን ተመለከትኩት። ወሸመርት ወዓዘምት ወዓዘልት ሐታ ጃወስቱ ልብሴን አጠባበኩ ቆፍጠናልኩ ሾሁ እንዳይወጋይ ቦታ እየመረጥኩኝ ተሻገርኩት አለ። አብዱላህ አቡ ሁረይራ ምን አለ? ቃለ ዛሊከ ተቅዋ ተቅዋ ማለት ይሄ ነው። መሬት በሾህ ተሞልቷል። እዚህ ጋር የሪባ ሾህ አለ፣ ከዚህ ጋር የዚህን አለ፣ እዚህ የህሜት ሾህ አለ፣ ከዚህ እናት አባት የማመጽ ሾህ አለ። ያ እንዳይወጋ ተጠንቅቀ፣ ወንጀል እንዳይነካ ተጠንቅቀ መሽሎክ ማለት ነው። ተቅዋ ማዕናው እንዲህ ነው ይላሉ አቡ ሁረይራ። ቃለ እብኑ ሙዕተመድ ፊ ሽዕሪሂ እብኑ ሙዕተመድ ይችን የአቡ ሁረይራን ንግግር ላይ ተነስቶ ምን ይላል? ኸሊ ዘኑበ ሰጊረሃ ወከቢረሃ ዛከ ቱቃ ወስና ከማሽን ፈውቀ አርድ ሸውክ የሕዘሩ ማ የራ ላ ተሕቅረነ ሰጊረተን ፈኢነ ልጅባለ ሚን አልሐሳ። አላሁ አክበር። ኸሊ ዘኑበ ሰጊረሃ ወከቢረሃ ዛከ ቱቃ ወንጀልን ትንሹንም ትልቁንም ራቀው። ተቅዋ ማለት እሱ ነው። ወስና ስራ አድርግ ከማሽን ፈውቀ አርድ ሸውክ የሕዘሩ ማ የራ ልክ እንደሚራመድ ሰው ሾህ በሞላበት አካባቢ የሚራመድ ሰው ተጠንቅቆ እንደሚሄደው እንደዛ ሁነ ተራመድ። ትንሹን ትልቁን ወንጀል ሸሽተ ላ ተሕቅረነ ሰጊረተን ወንጀል ትንሽ ነው ብለህ አትናቀው። ፈኢነ ልጅባለ ሚን አልሐሳ ጅባል ትልቁ ተራራ ከምንድን ነው የተገነባው? ከጠጠርና ከአፈር እኮ ተራራ እኮ የአፈርና የጠጠር ልጅ ነው። ከነሱ ነው የተወለደው። እነሱ ተሰብስበው ነው ትልቁን ተራራ የፈጠሩት። ወንጀልም እቺ ትንሽ ናት እቺ ትንሽ ናት ስትል ትልቅ ወንጀል የሆነን ያጠፋህ ለገ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ እንደተናገሩት። ስለዚህ የአቡ ሁረይራ የተቅዋ ማዕና እንዲያደርገውን ያስቀመጡት። ኢዘን ተቅዋ ተቅየን ሆን ዘንድ ልንከተሉ የሚገባ ጎዳና ምንድን ነው? ጠሪቁ ተቅዋ የተቅዋ ጎዳና ምንድን ነው? ወደ ተቅዋ የሚያዳርሰን ይህ ዑለማ ምን ይላሉ? ዕልሙከ ቢአነ አላህ የራክ የህዲከ ኢለ ተቅዋ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንደሚያይህ መረዳትህ ወደ ተቅዋ ይመርሃል። አላህ ያየኛል ብለህ ስታስብ አላህ እንድትጠነቅቀው ትሆናለህ። አላህን ከማመፅ ታቆማለህ። የቁል ሽዑርከ ቢአነ አላህ ሙጠሊዑን ዓለይክ የህዲከ ኢለ ተቅዋ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሙሉ እንቅስቃሴ እንደሚቆጣጠርህ መረዳትህ ወደ ተቅዋ ይመርሃል፣ ወደ ተቅዋ ያመላክተሃል። አላህም ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ይህን ሲያመላክተን ምን ይላል? ወተቁላህ አላህን ፍሩት። ኢነላሃ ካነ ዓለይኩም ረቂበን አላህ ስብሓነ ወተዓላ በእናንተ ላይ ተቆጣጣሪ ነውና። ሙራቀባን መረዳት አላህ ያየኛል የሚለውን ስሜት ውስጥህ ማሳደር አላህ እንድትጠነቀው እንድትፈራው ያደርግሃል። ሰለፎቻችን ያየን እንደሆን ቀደምት የኢስላም አባቶች ሙራቀባ ላይ ትልቅ ቦታ ነበራቸው። አላህን በጣም ይጠባበቁ ነበር። ሰይድና ዑመር ሶስት መውቂፍ አላቸው፣ ሶስት ገጠመኝ አላቸው። እነሱና ያለን كان عمر يتجول في الليل سيدنا عمر عندي ليله لي ያው የሙስሊሞች አስተዳደር ዋና ፕሬዝዳንት እንደመሆናቸው የሚጠብቁን የሚያስተዳድሩትን አገር ደህንነት መከታተል አለባቸው። እንዳሁኑ ባለ ስልጣን ተኝተው አያድሩም።
ለሊት እንቅልፋቸው ደተው ይዞራሉ ሙስሊሙ የትለኝ ያለው ምን ደረጃ ላይ ነው ርቦት የተኛለ ነው ምን ተፈጠረ ይዞራሉ ሲዞሩ وفي صباح الباكر نجات كبابي فإذا به يسمع امرأة تقول لابنتها عندي تنات للجوا يهونن قال ستناقر سيدنا عمر يسمعلو من تلالج امزوق اللبن بالماء لجهوي وتتون بوا دبلكي وتلاتالج باندي بزالت سو وهاي دبلكونا بزو وتت يسمسلو على بزمناتنا اندالو مالتنو قالت اتشي صالح لجمنالت يا أمه الناتي هوي إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد منع الناس من مسك اللبن بالماء الناتي هوي أمير المؤمنين يا مؤمنو تستداداري عمر بن الخطاب وتتم بوها مدبلك ان كل كلوالك وزاري أواج بالوال لمن من دبلك عالتش اتشي لجقرنات سيتنات قالت الناطة من عليك وأين أمير المؤمنين الآن لا يرانا يتالون مؤمنا مرنا يتالون العمر إننا أنت بجانا نزبيت استعلا باكش دبلكي كل الناس يمزقون فامزقي يا ابنتي أنت لجوي دبلكي كل سو بيبيتو يدبلك عرق ما ييني لالك فقالت البنت التقية إتش الله أنفري لقى ست من عليك إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا الناتي عمر كباياين أهون يا عمر قيتا الله كويا يننا الله أكبر مراقبة الله يعين يلبلو ما السب يه الله عند تتنكك هو يترقال الله يتكتات تلينو بلا ما السب سيدنا عمر لباتشو بيتا أمتنا كان بيتاتشو ولو لجوشاتشو سبسبو إيشن صالح لجم يا قبال لي مانو منو سيدنا عمر لميلوت يعني العارك ودساسو للال زر يس كالقوا ميسبال لمن لو مالتنو الله نمت فراسل ولج كالصام ميوت أولج الله نفريهون اللي نعلم بلو سلاس سبو لجوشاتشو ولو كالا قباتشو هات عندن يون لجاتشو عمدتون عندي عقبات هدرقو كزيتش لجزر مانوتا عمر بن عبد العزيز أمستنى وخليفة يا مسلموش كأن مريوش عنده ينبروت عمر بن عبد العزيز كالصبرة كدو يتقيلش تقيينو زرونا تفلقوا أغنيوال الله يراك الله يينال بزمناتشن يسزنال وتت كنترات مشيت وصو دبلك ورمي عمتو وتت دمو شايبي تافلتو مشيت وصو ليلة هو يدبلك بطريا يدبلك سلمي مسلو عنده وندم بياساكي عند عبات شاي بيت الله كنترات يازو شاي كنترات نا وتت قوام يعملال سلاچوال يا كنترات ميامطاو سوي اوه يدبلقبتال اساچو من دي بزالي بلو اوه يدبلق اورم يافلوت اوه غبطو شاي وتت بلو ميتطاو سو اوه تطو يوطال كذا عندي بتام سي قطن باچو ايه ميامطاون سو طروتنا ليجه هو يالوت من نو يتمكاكر بندبلق والوت ሁለቱ اللهن بكدو يا اوهان ميططوت ገንዘቡን ከፍሎ የሚጠጣው ሰው ያ ሰው ባያቸው አላህ አያያቸው ይሄ አላህ አያየንም የሚለው ስሜት ስለከበበን ነው ይሄንም እንሰራው እና ወደ ተቅዋ የሚመራን ትልቁ ጎዳና ምንድነው አላህ ያየናል እኔና አንተ ብቻ አንድ ቤት ውስጥ ብንሆን ያቺ ህፃንና እናቷ ብቻቸውን ቢቀመጡ አላህ ግን ሶስተኛቸው ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይቆሉ ፊል ቁርአን ቁርአን ላይ ምን ይላል ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أتاكم أن الله سبحانه وتعالى بمريتم بسماء يعلن نقر اندمياك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سوصو تشكو تكمت أو آورم الله أردت أن يحجو به ننج الله أبره بارو بيس الزقاء ولا خمسة إلا هو سادسهم أم مستمعهم سدستانياتشو الله بهو ننجي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله سبحانه وتعالى كسوستن بلايهونو كسوستن بتاتشهونو يفلقوني هالي سو تسبسو يورا ويمولا سو بيتشاون بيتشاون ما عند سو يورا الله معهم أينما كانوا الله أبرواتشونو بوكتو بتببو بتشلوتو الله يتكتاتلاتشونو كالله قد ما ملت إلم
كالله يتا من ششبت من قريلم يهين من رداته وده تقوى مرحل الله كو يأيينو يمسر ونسر الله يأيين ستل كوانجل تتنك كالله موقف الثاني يا سيدنا عمر كلتنا قد تمن وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في الطريق ومعه أحنف بن قيس سيدنا عمر عندك أحنف بن قيس قال برحلي سيقوازو الساتو يعني يمؤمنان مريناتو سيقوازو فمر على راعي الغنم عند باريا كبتوتش في يلو تنميت بك الرنيا قمال بسو تقس يالفو سيدنا عمر الله يعلم فراتش عليفته تفلقنا فقال له عمر منالوت يا راعي الغنم أنت في يلتباكي هوي بئنا شاتا من هذه الغنم كنزي في يلبقو تشست عندو هنشيط اللي نالوت قال الغلام هي الله مي فراوت اتجنبر مناله انني والغنم مملوك لسيدي اني مهونك نزي فييلوچكو يا سيدي يا صداري نبرتناچو من مبت نورون يشط الله الله قالوا كذا سيدنا عمر زورو لفتنوت منالو فقال عمر واين سيدك الان يا انت صداريون يتال يتالنا نو متلني بئنا شاتن وكله اكلها الذئب عندو انشطلنينا كزام سالاسبو تكولا متو وسدبي بلا بيبلو ما نغلط هلالو ورفع الغلام بصره الى السماء يا الله انفري وطات عينو تشنو ده سماي كسرنا مناله فاين الله الله السا الله اكبر الله السا وبكى عمر حتى ابتلت لحيته سيدنا عمر بنبا غنچاچو سيماچو سكيرس درس علقسو بتام عليك سيدنا عمر وذهب الى سيد هذا الغلام واشتراه واعتقه كزيه لج سيد اسدار يهدونا باريا نبر يلج باريا تقطرو نميسارو غزوتنا حر بيحلو نص اوتچحلو قلت كذا منالو وقال عمر كلمه اعتقتك في الدنيا اتش نغغر الدنيا عليك بارنت كمبر نص اوتتحلج وارجو الله ان تعتقك من النار يوم القيامه يوم القيامه كسات نصا تاوتحلش بيه بالله لي تصفى درغالو قال سيدنا عمر نصا هوتوتي سو اين الله الله السا ونجل نسراس نلسونو منناو فاين الله الله السا الم يعلم بان الله يرى الله اندمعو اياكم اندي بتام يسزنال زاري اسريوچاچن كللو سرا بدن بان سرا طرات يلوم سراچين يمسرا بيت سلك لي كون يا ناغرهال اندي زغاو انجي قطربكو سلتوي زاري بمسرا بيت سلك نو يلحال ليش يا اسري باياي الله يايه نو مؤمن ايهني فرال سيدنا عمر سستنياو گطمنياچو دمو ما امرأة غاب زوجها عنديت بطورنات قداي بالو على بزوج جزيراقات سلو كوني سيت قاعد رغوتنو فوجد امرأة قد غاب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن عنديت صحابي بالو يا مسلموچن دمبر لمطبق لتوسن ورات رقواتال رقوات هدوال بادو بيت بتشوالنا يالچو يقول فتخيم عليها كآبة الوحشة وتهاجم عليها هواجس الوحدة يبتشينة برد بردات بعد أن التسمات بعد أن نافكت سلم يا للتنو وفي جنح الليل باتت تنشد إهن قتم يا لك عن القات من عالك لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيبا ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه الله لقد طال هذا الليل واسود جانبه يهلليت نديت رزما تقر كردك سكزالا وأرقني ألا حبيبا ألاعبه بمو بتشينين نتاكاتلين امي اجاوتين فكرني بالي بعلى ما نورو فوالله لولا الله تخشى عواقبه انديو مجرشاون قطعتون مفرو الله باي نور نوركو لحرك من هذا السرير جوانبه ايها القا كغنو كغنو يرغفغف نبر عليك معنا عند سو دريا امطشي زينا سرا نبر نغيركن الله نمفرو مجرشاون جيت الله لزابي يصبرالو تلالچ سيدنا عمر هين سيسمو لباچو تنكا كزام لجاچو غهدونا عند سو عند سيد كبالوا تنطلا من يحل لمتصبرو نغيرين يالوت
الصعف فرج عندما نمس الدستارات نقرت شاكو كذا سيدنا عمر وطنا سراويتو بي سدستو بياراتور ديك اير تزازا درقو دنبر سيتبك كويو سراويت بسدستو ريباراتو وده كتما يملسال كتما يعلوت وده وجهو تعلو الله أكبر اندي اينا تستداداري نبرو ايشن سيتم اهتو جي تملكتوات اندي تالله انفرين دهولج بتشوان ناتي فلقتشو مسرات جي نبر بين الله اندمياتك اللج الله انفرج يا عباد النت سميتن بتشوان اسلفتشو رضي الله عنها سلزي الله يا ينال. وقال أبو جلد أبو الجلد من إلال وأوحى الله إلى نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى لا عند نبي وحيا والردى رأي أو الردى من على أن يقول لقومه لهزبوتش يبلاتشو قل لقومك لهزبوتش بلاتشو سيل رأي أو الردى ما بالكم سموتهن وحي ما بالكم تستترون بالذنوب من الخلق وتبارزون بها الخالق من لنا أنت اللاتشو بوانجل كسوت دبك اللاتشو الله أن بقلس متامسوت من اللاتشو لنا أنت عند سوكو بتشاون عند بيتوس كل فو سوكا ما يوبوتا وانجل سيسار الله كو يأيون كسوت دبكو على الله قني يأيون وهنسو كسوت دبك اللاتشو لمن نونين بوانجل بقلس متامسوت عند سو وانجل يسار سيفلق مسكوتي زقال مستيتي كل فال وزوريون ملكتو وده سما يالون برقنا استولو ما بالكم تستترون بالذنوب من الخلق وتبارزون بها الخالق من لنا أنت اللاتشو الله سبحانه وتعالى بقلس متامسو كسو متدبكوت إن كنتم تعتقدون أنني لا أراكم فقد كفرتم الله آيائنم بلاتشو أسباتشو أمناتشو كونا كفراتشو الله آيائنم كان عندس بكفران وجنو الله كل ألم يعلم بأن الله يرى الله كل آيائن كل لي قطع ترى لمرت كتال إن ربك لبي المرصاد كل إنه الله مكبب بوكته الله آيين بلاش كون كفرها شو هالبلاش ولا زبو شالو لزانبي وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فقد تجرأتم على مولاكم نجرجن أن عندما أشوا يوك أشوا كون وانجل متسروت بقيت أشوا لي دمبر الفات شو هال لقيت أشوا الله شو كبر تمات طال مالتنا لما جعلتم الله أهون ناذرين إليكم لمن الله أصحن اشتملك تدرقات سو أصري بل بيت قر بيت اندهي تدنقت الله اندهيس يهين يالب لا تفر كنسو من نونين أصحن ساتشوه يهين بله نقرات شو على الله سبحانه وتعالى للزانبي لنزه زبوج يهين تياك إن يامها لنادرقو علامة ويهينو الله آيين بلن كونو انجل سنسرا كفرنا لك إسلام والتنال الله يأيينن وبلن دمو كامنن يهيمنو لنام ميقبو بأ الله لي انديت النام من سوالن إيهتك تعتلى الله انديت ونجل تسار الله 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 چني تبقن مركاتو يمسكراون ياسا الزنال يتشت شايكتل يتتتا شايكتل انداد ديس درقو تاشقو يسبتال يشتال اهم بربري تودر سيبال دمو طوب يتفجه كبربري قات دبلكو لسو الشتلتال السو بربري قزو بلو ودبيت يهدال يزو تهدو قن أفر شكلان ألا نتقي الله الله نمفر ألا نخشى الله إكسبير دهنو كوتشن شتال يا أمي قزاسو باياين أليس الله يرأنا الله يأينم فأين الله الله السا لن التنكك ويقبل لله در القائل قد عمي من ألا إذا ما سألني ربي قيت هيت إيك إجزيو ملك يا ما أما استحييت تعصيني إني ستة مسين حياة تدر قبيل أنت الله من دي وتخفي ذنبا من خلق كسو انجل انت تدبك على وبعصيانك تأتيني إني بأمس استمت علني الله من دي كسو وانجل كندبك ودني قن كنا وانجل تمت الله من للو يهول لقيت هاي كل هاتشنس من إن اللي يهول الله سبحانه وتعالى اللهم بقل سنة ومننا منسو كسوش قن حياة النادر قلن سلسي هو الله تشلم فروي قبال عند تاريك لي من إلال عند كموسيموش نقستاتوست عندو بتاهم يهونا تشنسيت صام صالح اللهم تفرى باريانات أسطرات بيتمن قسمت أج كزام بيتمن قس كفلوست أس قبات عند قبات يقلن يعلم الله صلى الله تفرى لزينا عني فلقات بحرام كزام هلوم بر زقاقي ومسكو طالت هدتشنا ايان داندو مسكوت النابر كله زقاتشو كزامو دسو دالقو اندمتاش سوالقو لتنيتوني اللي
من علات هلون بر زقاشون ديالات فقالت او هلون زقشوالو عندو برقن انبيالين يالتشو يتن يو برنو على نقص تدناكتو قالت اتشي اللهم اتفرى باريا من علتش الباب الذي بيننا وبين الله بإن يعنا بأ الله مكاكل يالو بر على الزقان يالنبيالين يالتشو نقصو دنقطو اصطتو سددات እንዴን ደጋግ ሴቶች አላህ እንደሚያቸው ስለሚያቁ ለወንዶችም ጥፋት መዳኛ ይሆናሉ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ነገር ብንሰራ ይመለከተናል። የቀደምት የሰለፍ አባቶች የደጋግ የሙስሊም አባቶች ሰዎችን ደረሶቻቸውን አላህን እንዲፈሩ ነበር አደራ ሚሉት አላህን እንዲጠነቀቅ አላህ ያየኛል ብሎ እንዲያስብ ነበር የሚያስተብሩት። فهذا ابراهيم ابن ادهم طلقوا امام ابراهيم ابن ادهم عندي جاء رجل الى امام ابراهيم ابن الادهم وابراهيم ابن الادهم متانا من علاچو فقال يا امام انت امام هوي ما افته اعص الله ان الله ان كما مز لا قرط علشالكم احاول وارجع احاول وارجع وانجد سرال اتوبتال زري يزفقال وتشتا طبال زري يزفقال فهل هناك طريق اتوقف عن المعاصي كونجل مدنبت راسين كونجل متطبقبت مغودانا منجد على اللي علاچو فقال هذا امر بسيط يتلك امام عالم الله انفري من الارض ايه ما قلال له قلت كونجل متوطابت منجد تقوى متادبربت منجد ايه ما قلال له قلت قال دلني يرحمك الله موج اغنيار الله يزن الله ملائكتهن يالا قال امامه منالوت اندنيالوت اذا اردت ان تعص الله اللهم ما ستفلق قال اما صوت تشلاله نغرغن اذهب حيث لا يراك الله كما يايه بوتا هده تدبق اما صوالوت قال سبحان الله يا امام انت شخويتش من مالتاچو نو وهل هناك مكان لا يراني الله فيه اللهم ما يبوتا لندي يتنبغباله ينين يتجنوا ما امس وانجل مسارالو قال تعلم انه يراك عندما يوك وتعصيه وتعصيه تام سوال عندي جيتان عندما يوك كسويتاو جموطات على ما شالك يوك تام سوال فخجل الرجل دنكت ايزم كزام ثانيا تياك غرولت وقال الامام ادلك على شيء اخر الى نجر لاملاك تترغاغالوت قال الرجل قل يا امام ايش نجرني شيخاتي نغروني على قال اذا اردت ان تعصي الله فلا تعصه على ارضه اللهم ما ستفلق كسو غزات مريت لا تمصوال ليلى عالم فلق هدا اللهن ونجلو دنيا ما يسونات جرقا كواكب بلانيتو الله ليلى عالم فلق هدا مصوال يفقد الله لا قال يا امام وهل من مكان لا يملكه الله اللهم يقطع تربوت على عندي كله من الله غزات هذا لله ما في السماوات وما في الارض بسماء بمدرم يعني الله غزات عدل وما بينهما وما تحت الثرى مريت سر يالو هواو يالو يا الله عدل يتسجل مسو يتبلانيت يتعالم على يتهدالو بلاچونو على قال عجبا متغرمنا قالوت على ارضي وتعصي السو مريت لي كوتش بلا تامصوا الله عندي فسكت الرجل يوطات دنقط الناس ماله قال ادلك على شيء اخر اي ليلى نغر الملائكه تترك قالت قال قل يا امام ايش نغروني على قال اذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزقي اللهم امس يفلك غزي ما امسو كن يسون رزقك تبلا كمريتم كسماء يمياوطوا قال يا امام انت وهل من طعام ليس هو رزق الله مقبال عندي الله رزق يالهون كلكم يا بكلو الله نو متاع لكم ولانعامكم لنسسوتشاشم لنيا ميابكل لنا الله عدل يتاغنش ليلا مغب بلالو كل رزقي الله عدل قال شيخو منالوت تعلم انه يراك الله عندما يتاكل وتعيش في ارضه السمريت لي ينورك وتاكل من رزقه يسون رزق سيساي يتمغبك وتعصيه تمسوا الله عندي ሶስቱንም ማድረግ አልቻልክ እንዴት አላህን ታምጸዋል ደነገጠ ይወጣት መውጫጣ ለምን ድጊታው እንደሚያምጸው ጠፋበት ከዛ ማራተኛ መንገር ለጠቁ መነዚ ካላረሙማ ሌላ ለጠቁ ማሉት اذا جاءك ملك الموت ملك الموت روح اللي هي ذات يمጣ ግዜ فقل له بنه بلو
انذرني لعل اعمل صالحا خير سرا لسرا سلمچيل اباك تنش اقوي بلوا قلت تنش اقوي خير سرا لسرا ني بلوا قال يا امام فهل يسمع لاحد دي شيخوچي ملك الموت ما كمتا ما ننم كويس سمام واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اجلاتهم بمتا غزي تني ساعه مودفيت مودحالا يلو بساعته نم يفسما ما ملجا يلم شيخوچي وي ما نني سمالو بلاچو نو قال سبحان الله سبحان الله غير ما لالوت ياتيك الموت ولا تستطيع تاخيره ومع ذلك وتعصي موت دنگت بيمطا بسات تاسبو تزناغته ياله مملس ما تتشل هنا انديت الله انت امصوا الله تجباجو كوندي نو انيا جواته لي ياله موت لي متا يچلال تزناغتني ياله بونجل لي يالن الله لي يزن يچلال الله سبحانه وتعالى قران لي مندنا ميلو يقول الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون نزيك تماسوش تمامنون دي كتعتاتشن بلاليت بيمت أباتشو الناس تنيتو يالا انت ريبا بلتهال اندون بدلهال شرك لينا وانجل لينا وانجل لي يالا تنيتهال موت دنقت في متعب منو تمام منكو اوا امين اهل القرى ان زي كتماسوش تمام منو دي ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون طات لي نغات لي يتزنانو يتجاوتو يالا ينيا قطات في متعباتشوس تمام منو دي لا الله اهو يسمان نو زين علي ወንዝ ዳርቻ ላይ ሊዝናኑ ተጋድመው ያለ ወንዙ ማዕበል ተነስቶ አጥቦ ይዟቸው ይገባል ወደ ውስጥ እንደ አሳ ውስጥ ያንፈራፈራቸው አልከተው ድንገት ያአላህ ቁጣት ይመጣል ወንጀል እንዴት ተሰራለ ያያየን ነው ዘገባ ላይ ፊልም ሊሰሩ ይሄዱ አየራቸው ላይ ተፈጥፍጦ መሐል ላይ ሞታሉ ሚገርም አደጋ ላይ ነው አሁን ያለነው ሚታመን ዘመን አይደለም ሸኹ ምናሉት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሞትን ቢልክብ ትንሽ አቆየኝ خير سرا لسرا ማለት ማችል ሆነ ከነ ወንጀልህ እንደሚይዝህ ያወቅ ወታዕሲ ታምጸዋለህ እንዴ ልጁ ደነገጠ بل ادلك شيئا اخر ليلى ነገር እንግዳ ላመላክተ ሐሉት قال كله يا ابراهيم ايش شيخنا ነገሩኛ قال قال اذا كان يوم القيامه يوم القيامه يهون غزي وجاءك ملك العذاب ملائكه العذاب يجهنم يقطعت زبنوش متو ود جهنم لياخذوك الى النار ود جهنم ليوسدوا سيلو فكلهم بله بلاچو خذوني الى الجنه ود جنتنا متوسدني ود جهنم عليهم بلاچو قلت ايه اللي جنبت وقال يا امام انهم مامورون الناس ومج الله كاززاتشو يوطالو شخاتشن علاتشو منو الله سبحانه وتعالى قرآن اللي اندالو عليها ملائكة جهنم لي ملائكو تشالو على غلاظ شداد غلاظ في الأخلاق غلاظ لبدرق ناتشو مازنو جكانيوش ناتشو شداد في الخلقة أفت أتراتشو قصات أقوية انكار روشناتو شداد مالت لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله عززاتهم يسرالو كيعززاتهم تزازا ينقفوتم هايلنيا لبدرك مناطي ملائكو تشالو يتنكر شداد نيالو الله نبي صلى الله عليه وسلم حديث لين دمين ناقروت عند ملائكة يلالو يجهن ملائكة سباشي سو يسباشي سو چنك اللا تيزونو عند جهن مستمي ورو الله يطبقن اللهم اعذنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار جيتاچن كجحنم طبقن اللهم امين عند ملائكه 70 راس يزو يروغرالو لجحنم كنزي ملائكه شمتو ود جهنم ليوسدو سيل ود جنته سدي بلاچوا قالوت قال يا امام انهم مامورون نسكو تزاجناچوا على كزام شيخو امستون مكر تقلل لارغونا قال سبحان الله على ارضه السمريت الله مريت لي تكمته تاكل من رزقه يسون سي ساي رزقي يبلا وهو يراك الله يايه ياتيك الموت لا تستطيع ان ترده مسيرك الى النار موت بما طاب مملساتين مجرشا دمو جهنم ساتي هونك
وفكيف تعصي الله انديت تمسوا الله لجو دنغت الله الله لما مسوسنو كشخو وتا እንዴ አይነት ደጋጋ አባቶች ልጆቻቸው ደረሶቻቸው አላህን በመፍራት ነበር ወሲያ ደራም ይሰጡት ሙራከብ አላህ ያየኛል በል አላህ ይራክ አላህ ይጥልዩ አለይክ ከታተላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችን ይሄን አይናችን ላይ እናደር ወንጀል ሳስብ የማን ሪስክ ነው መበላው ማን ግዛት ላይ ነው ያለው አላህ ያየኝ አይደለም ከነ ወንጀል ስሞት ቢመጣብኝ መጨረሻ የጀሃነም አላ አተቂላ አላህና አልፈራም እንዴ ይሄ ማለት አለ ሙራቀባ አላህ ያየኛል ብለህ ማሰብ ወደ ተቅዋ ይመርሃል እንዲነበሩ የድሮ ደጋግ ሸኾች አንድ ትልቅ من علماء هذه الامه عند تلك عالم درسوቻቸው ሙራቀባ ሊያስተምሯቸው ፈለጉ አላህ ያየኛል የሚለውን ስሜት ውስጣቸው እንዲያሳድሩ ስለፈለጉ የተለያየ አሳይመንት የተለያየ ስራ ሰጧቸው ምን አሏቸው ለሁሉም አንዳንድ ደሮ ሰጧቸውና ማንም ከመያያችሁ ቦታ ሄዳችሁ አርዳችኋቸው ነው አሏቸው እነዚህ ተማሪዎች ያው የሳቸው ቂራአት የሚከሩናቸው ሁሉም ደሮ ዶሮውን ያዘና አንዱ በዋሻው ይገባል አንዱ በህንጻው ስር ይገባል አንዱ በጨለማው ውስጥ ይገባል ብቻ ሁሉም ሄዱና አርደው ይቺን ደሮ ይዘው ሲመጡ አንዱ ግን አላረዳትም ነበር ይቺን ደሮ ከዛ ሁሉዎችን ማዩና ሲያዩት አንዱ አላረደም ሸኹ ደነገጡ ያ ጉላም ማብክ ምን ነካ ለምን ያላረድካለው قال يا شيخ ሁሉንም ቦታ ፈለኩት ጨለማው ውስጥ ገባው ድንጋ ስር ገባው እንጻው ስር ገባው ሁሉንም ቤትም ቆለፍ አልጋ ስርም ገባው ሁሉም ቦታ ላይ ግን አላህ ያየኝ ነበር እርሶው ደሞ ያሉኝ ትዛዜ ሰጥቶና ማንም ከማይህ ቦታ ብላችሁ ግን አላህ ያየኛል ሁሉም ቦታ ብገባ የቱኝ ልረደው ብዬ ነው ይዣት የመጣው ሸኹ ወቃል አንተ ነህ ትክክሉ መልሱን ያገኘህ ወልት አላህ ይራክ አላህ ያየሃል አላህ መትሰራውን ይከታተልሃል ልክ እንደዚሁም ነቢዩላህ ሉቅማን አለይሂ ሰላም ለልጃቸው ቁርአን ላይ ምን ሲሉ ወስዬ ይሰታሉ ያ ቡነየ አንተ ልጄ ኢነሃ ኢን ተኩል ሚስካለ ሐበቲን ሚን ኸርደሊን ከትንሽ ስንዴ ፍሬ እንኳን ምትሃል የጤፍ ፍሬ ምትሃል ክብደት ያላት ስራ ብትሆን ፈተኩን ፊ ሰኽረቲን አው ፊ ሰማዋቲ አው ፊ ልአርድ የእቲ ቢሃ አላህ ይችን ወንጀል ከቋጥኝም ስር ሆነ ስራው ከሰማይም ከመሬትም የትም ገብተ ስራው አላህ ያመጣታል ኢነላሃ ለጢፉን ኸቢር አላህ ለጢፍ አዛኝ ኸቢር የውስጥ አዋቂ ከአላህ ይታ ምንም አታመልጥ በየትም ያዕለሙ ኻኢነተ ልአዕዩኒ ወማ ትኽፊ ስዱር አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከዳተኛ የሆነችን ዓይን ያቃታል ወማ ትኽፊ ስዱር ልቦች የደበቁትን አንተ ጓደኞች ጋር ይሄድክ መንገር ላይ ሰርቀህ እንዴት ሐላል ያልሆነችልን ሴት ስታይ ባይን ሰርቀስ ተመለስ ማንም አላየህ ለአንተ እንኳ ራሱን ቅስቀሳው ትንሽ ነው አላህ ግን ያቃተል ኻኢነተል አዕዩን ይችን ከዳተኛ ዓይን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያቃታል ከሱ ቀጥቶ አታመልጥም قال الشاعر الاسلامي ገጣሚው ምን አለ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا انما تخفيك عنه يغيب يقول من الى اذا ما خلوت الدهر يوما من هالبات عندي بيتن زد بتشاني هون دغزي فلا تقل خلوت لي بتشاني قال له خلوا وسطني ما انا ما هينم اتبل ولكن قل علي رقيب ميكتاتلني حيل علني بالحساب الله عندي ما يحسب ولا تحسبن الله يغفل ساعه الله تنشم ميزنقا عندي مثله الله يزنقا منهم الله يكتاتلها ولا انما تخفيه عنه يغيب انت من مدبكو نجر كالله سبحانه وتعالى ايتا وجه وطام الله بوقته كبوتا يا الله ولما سمع امام احمد هذه الابيات امام احمد تالاكو امام كدرسوቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ተማሪዎቻቸውን ያስተማሩ ነበር ቁጭ ብለው ያለ እቺን ግጥም አንድ ሰው ይዞላቸው መጣና ያ امام ሽዕር የሚባለው ይሄ ነው እንዴ ይሄ ግጥም ነው እንዴ ይፈቀዳል ብሎ አመጣላቸው امام احمد سيقروت لباچو تنكا وسطاچو عزنا فترك مجلس العلم ودخل غرفته مياقروبتني ماستماريا مدرك لقو ود كلاساچو هدو جبو واغلق الباب على نفسه برافون قلفوت مان من داي متاباچو وانتظره الطلاب فلم يخرج بزو ساعات قيو درسو بيطبقاچو حالوتم
وجاءوا الى غرفته يريدون طرق الباب متو برولانكو من هون عماماتشو بلو درسوا غا بلو سيمتو فسمعوا امام احمد يردد هذه الابيات وهو يبكي يالكس امام احمد ايچن غتم يدغاغمات نبر اذا ما خلوت الدخر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب أبدا إمام أحمد يا لك سوچن قتم يدقاك ما تنبر يتم بتدبك الله يا يهل إهين ستاك لبه لأ الله فراتشا تقوان لما بقل قربه لله.